وكعادة المرأة في الجمهورية الجديدة وعلى هامش جلسات الحوار الوطني كان في مشاركة للقاء مع الدكتورة فاطمة حسن عضو شباب كيان مصر. طبعا النهارده في المحور المجتمعي لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي كنا بنناقش قانون الوصاية وما يرتبط عليه. بتكلمنا النهارده عن قانون الوصاية وبدأ ان هو أثار جدل كبير جدا الفترة الأخيرة، خصوصا بعد ما تم مناقشته في دراما رمضان. بدأ رواد السوشيال ميديا ان هم يتكلموا عن قصصهم ومدى الأذى اللي تعرضوا ليه من خلال قانون الوصاية. عشان كده احنا طالبنا من ضمن المقترحات ان يتم في تعديل على القانون، ما يتمش إلغائه لكن يتم التعديل عليه بحيث ان تكون الوصاية الى الأم مباشرة وتكون وصاية مقيدة وليست وصاية مطلقة، بحيث ان يكون عليها ضوابط واليات محدده. طالبنا برضو بتشكيل لجنه نفسيه تتكون من خبراء نفسيين علشان تتحدث مع الجد ومع الام ويتقبلوا فكره ان تكون الام هي الام الوصيه. طالبنا برضو برقمنه المجلس الحزبي لان الامور فيه معقده جدا وبيتعامل مع الام الارمله كما لو كانت فاقده للاهليه وفاقده للضمير، فطالبنا ان هو يترقمن ويكون الامور فيه اسهل. طالبنا ان يتم فيه برضو سيستم ديجيتال تكون عليه تليفونات وارقام الاطفال القصر علشان يتم التواصل معاهم.